سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الودود وسبحان ربي اللطيف سبحان ربي ذي الأسماء الحسنى. أنا كنت أقدم هكذا لطلاب الجامعة في ورقة الأسئلة، أقول بسم الله ذي الأسماء الحسنى. الذي يقول سبحان ربي الأعلى مثل الذي يقول سبحان الرحمن، ومثل الذي يقول سبحان الله، ومثل الذي يقول سبحان الودود، مثل الذي يقول سبحان الرحيم. وكل اسم من هذه الأسماء مختص بأمر عظيم. ولو بدي أعرض لكم الآن قصة الشيخ عيد الصالح مع الرحيم والرحمن لا تعجبتم كيف الشيخ عيد الصالح، الشيخ ليس رئيس مجمع لغة عربية وليس رئيس تقارب بين الناس، ولكن كيف يقرب الأسماء الحسنى. ويا رب الدنيا ورب الآخرة، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، كيف يفلسف هذه القضية عندما تدخلون في هذه الفلسفة الأسماء الحسنى عند الشيخ عيد الصالح؟ بالتأكيد ستعرفون لماذا تعلق به هؤلاء الأقطاب، وكلهم مغمضوا بعرفانه وببساطته وبزهده. عندما جئت إلى الصلاطة حيث مسجد الشيخ سليمان الأحمد، جئت هناك كان علي سليمان في احتفال 52 لأبيه الشيخ سليمان الأحمد. احكينا طبعا ما فيه الكفاية وما فيه الواجب. يوم ذاك بيقول لي عن الشيخ عيد الصالح وعن أبناء الشيخ عيد الصالح، قال لي عندما كان يأتي الشيخ عيد الصالح إلى بيت أبيه كانت كنا نشعر أن القيامة قامت. هذا كلام الدكتور علي سليمان الأحمد ابن العلامة الأوحد الشيخ سليمان الأحمد، قال لي هذا من علي سليمان لأسعد علي، مو الدكتور علي سليمان خطيب المساجد في طرابلس هلا سنسمع له لسبب، أقول من دكتور علي سليمان ابن الشيخ سليمان الأحمد في مسجد الشيخ سليمان الأحمد. قال لي كنا نشعر أن القيامة تقوم عند أبي عندما يأتي الشيخ عيد الصالح إلى زيارته. البدوي الجبل الشاعر العظيم عندما كان يأتي الشيخ عيد الصالح ينظم شعرا، يمكن شعر بدوي الجبل في الشيخ عيد الصالح وأبنائه أجمل من كل شعره المشهور في السياسة وغيرها، ولكن من يعرف هذا؟ عجيب. جاء الشيخ نور الدين جزاه الله كل الخير على النية الأولى، الذين لا يعرفون نور الدين استحق عندنا كل تقدير وكل ترحيب، مع أنه إخوتي يعرفون نور الدين. مثلا أمس اتصل غريب من باريس وكثير سلم عليه وعليكم يسلم، ويعني وهو زميل لنور الدين. أنا ما تشرفت بمعرفة نور الدين ولم ألتقي في حدود علمي أنا يعني لقاء خاصا إلا مرة واحدة بيومين، 23 من هذا الشهر أيار، 24 من هذا الشهر أيار، وبهذين اليومين أقمت له مهرجانا لمناقشته في دكتوراه الإبداع بعد يعني مواصلات عبر حبيبنا خليل ابن أخيه وابن أختي كما يقول هو في قصائده. أقول أقمنا له مهرجان التكريم دام يومين بعد ظهر 23 من أيار، وكل اليوم 24 من أيار كان مهرجان نور الدين. ويومها أيضا تشرفت بمعرفة أشعة شمسه، بمعرفة أشباله. سمعت من نور الدين بالهاتف في 29 من نيسان قصائد كانت متبادلة معه وهو في المشفى، وبعد على مهل بس تقدم له هدئها وأعدها من الأول. الشيخ نور الدين حكى معي في 29 من نيسان كلام،
وانتوا عم بتأبنوا، بس انا اهنئكم بان نور الدين ولد في هذا الجبل، كما اهنئكم بولادة ابيه واعمامه اخوة ابيه وجده، لانهم ثروة للامم. اسعد علي عندما يتكلم بموضوعية مطلقة، لا فرق عندي مثل المنتجب وموسوي مسيحي انا، والى محمد رحت عن قصد ببرهان. كل خلائق الله في معبد الله الكبير ولله يسجد من في السماوات والارض. كلامي للموضوعيه وللتنبيه انه ماذا عندكم انتم، ما هي الثروات؟ انا ما كنت اعرف الذي كتبه الدكتور نور الدين في كتاب القطب الشيخ عيد الصالح والأقطاب أو الأبدال، الأقطاب الذين يدورون في هذا الفلك. كمان فتح عيني على علم صرف عند أبي سلاليم، هو برأيه سلاليم جمع غير مألوف، منقول سلالم مثلا، سلم سلالم، أما سلاليم. أما الشيخ خليل عيد له مزية في علم الصرف، بيخليها للكلمة تنطق بأقصى طاقاتها الجمعية إشارة إلى توحيده، يعني لا يريد أن يستثني أحدا، ولذلك يستخدم جمع الكسرة وجمع الجمع وجمع الجمع وجمع جمع الجمع، أنه مثل الثمانية يستخدم هذا المطلق.